يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل هذا القول صحيح وهو أن البر والتقوى كالإسلام والإيمان فإذا اجتمع افترقا؟ لا، من حد قال هذا؟ البر والتقوى بمعنى واحد، البار هو المتقي والمتقي هو البار، أولئك الذين صدقوا، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، إلى أن قال في ختام الآية أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، فدل على أن البر والتقوى أنهما سواء. نعم.